على الجانب الاخر طبعا في مباراه فاركو وانبي وفوز غالي لفاركو على انبي باربع اهداف مقابل ثلاثه. رده الفعل بعد المباراه من احمد خطابه المدير الفني للفريق وعمرو ناصر رجل المباراه في لقاءات مع الزميل صلاح عقده. نتابع ونرجع نكمل الكلام. شكرا لك زميلي احمد خيري مره اخرى من هنا من استاد حرس الحدود. كابتن احمد خطابه المدير الفني لفريق نادي فاركو، مبروك الروح، مبروك الثلاث نقاط، مبروك الاداء النهارده. حسينا ان فعلا فتره الاعداد فترة التوقف فريدك بشكل كبير جدا، حالة من الانسجام كبيرة جدا في نادي فاركو النهارده. السلام عليكم الأول يا كابتن. طبعا أنا برحب بيكوا وبالضيوف اللي في الاستوديو. الحمد لله والشكر لله على المكسب. يعني مش عايز أقول بس إن ده أمر طبيعي عشان الناس ما تفكرش إن ده غرور أو أي حاجة، ولكن ده أمر طبيعي نتاج الموسم اللي فات مش الموسم ده، عشان اللعيبة دي تعبت كتير جدا. لعبوا موسم كامل الموسم اللي فات تحت ضغط كبير جدا في الوضعيه اللي كان فيها الفريق. اعمارهم السنيه مش كبيره، ان هم يتحملوا الضغوط دي ويظهروا بالشكل ده. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هم عملوا ماتشات كبيره كتيره جدا، ولكن في الاول وفي الاخر دايما التقييم بيبقى عن النتائج. فكنت دايما كلامي معاهم الفتره اللي فاتت ان احنا مش محتاجين نعمل اي حاجه في الكوره اكتر من ان احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ونقاتل اكتر، ويبقى عندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسنا كلنا وفي بعض كبيرة، علشان خاطر يجي لنا التوفيق. ده اللي كان ناقصهم بس الفترة اللي فاتت. المباراة اللي فاتت لو حضرتك شفتها، مباراة البنك الأهلي، قدموا مباراة كبيرة جدا، أهدرنا فيها فرص كتير. طبعا بتلعب فرقة كبيرة زي فرقة البنك الأهلي وعندهم إمكانيات كبيرة، ما يقولوش عن فريق إنبي النهاردة. طبعا فريق كبير ومحترم، وهارد بقول لهم هارد لاك يعني، وربنا يوفقهم في اللي جاي. فانا الحمد لله يعني انا بقول للعيبه ان لو في نجاحات حصلت في الفتره دي هتبقى نتاج للتعب بتاع السنه اللي فاتت وتحملهم للضغوط وللظروف. محتاجين يعبروا عن نفسهم السنه دي، يورنوا الناس ان هم فرقه كبيره وفرقه محترمه، عندنا امكانيات لعيبه كبيره جدا. السنه اللي فاتت انا اتسالت سؤال في اخر الموسم على التدعيمات وعلى ان الفريق محتاج لعيبه، والناس شايفه ان فاركو كان في وضعيه خطر السنه اللي فاتت، فاول ما هيطمن انه يقعد هيغير الفريق كله. الكلام ده مش صح في الكوره، لو انت بتحكم كوره وبتتكلم كوره. انا رديت وقتها وقلت انا مش محتاج حد، انا لو اتعرض عليا اي لعيبه مش هلاقي افضل من اللي موجودين عندي. الحمد لله ان هم صدقوا نفسهم وصدقوني، وبناء عليه بنطمح في كرم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدم موسم كويس، نكون في وضعيه كويسه وفي مكانه كويسه تليق بالنادي وتليق باللعيبه اللي موجوده دي، لان هم عندهم امكانيات كبيره. انا بشكرهم جدا على روحهم، عندهم شخصيه. اتاخرنا في الماتش مره وتقدمنا ورجعوا الانبي للتعادل تاني وقدرنا نتقدم تاني، فدي شخصيه الفرقه الكبيره. اهم حاجه تبقى موجوده الفتره اللي جايه باذن الله، واحنا لسه في اول الطريق، محتاجين ان احنا نتعب اكتر ونشتغل اكتر، وباذن الله يكون التوفيق حليفنا ان شاء الله. الحمد لله يعني احنا عملنا علينا والله، وفرقتين فرقتين محترمين جدا، والحمد لله كله عمل اللي عليه. اللعيبه كلها رجاله، بننفذ اللي بيتقال لنا بالحرف الواحد. اهم حاجه ان احنا كنا رجاله في الماتش، وبننفذ اللي بيتقال لنا في التمرين وفي الاسبوع، كله شغالين كويس قوي، فالحمد لله يعني. فتره التوقف فادتكم بشكل كبير جدا. الحقيقه احنا اشتغلنا يمكن اطول فرقه اشتغلت في من بدايه فتره الاعداد. اشتغلنا كتير قوي، وفي التوقف كملنا شغل على اللي احنا بنينه. الحمد لله قدرنا ننفذ بشكل كويس، ابتدينا نحفظ اصلا طريقه لعبنا، وبقى الحمد لله تمام يعني. مبروك الهدفين، مبروك حضرتك، الله يبارك فيك، شكرا ليك قوي، شكرا ليك. كل الشكر لعمرو ناصر لاعب فريق نادي فاركو من استاد حرس الحدود. عوده ليك زميلي العزيز احمد خيري مره اخرى ورسول التحليل.